عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة مبتكرة اللي من خلالها ممكن تلخص أي كتاب بأي لغة وبالاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي بلا ما تعذب راسك، سواء كنتي طالب جامعي ولا تلميذ ولا شخص عادي وعندك واحد الكتاب بغيتي تشريه ولا غدير عليه واحد البريزونطاسيون ولا واحد العرض وبغيتي تختصر الوقت حيت ما عندكش الوقت. كاينه واحد الأداة كتستعمل الذكاء الاصطناعي، يكفي أنك تدخل الاب ستور ولا البلاي ستور وتكتب بوك اي اي ودير ريشيرش، كتلقاها على هذا الشكل ديال بوكس اي اي ال بوكس سامريز. كتورك عليها، كتانستاليها، كتدخل، كتكون الواجهة ديالها على هذا الشكل، كتعطيك الكتب اللي كاينين عندهم في الداتابيس ديال الذكاء الاصطناعي، كتقلب على السمية ديال الكتاب. انا ديجا كنقلب على هذا الكتاب هذا، كتورك عليه وكتختار من ضمن الخيارات الثلاثة واش يعطيك واحد الفكرة ولا واحد التقديم صغير على الكتاب ولا يلخص لك لي شابيتر ولا يعطيك واحد التلخيص اللي يكون شوية مطول. كتختار اللغة، كتورك على جينيريتد وكيعطيك النتيجة. غنديرو دابا حنا بغينا فصول، تلخيص ديال الفصول ديال هذا الكتاب، وغنخليو انجليزيه وغيطلعوا لينا اشارات، ولكن ماشي شي حاجه اللي غديرونجينا حيت هذوك الاشارات ممكن نحيدوهم. English score is the global test. وكما كتشوفوا عطانا تلخيص ديال هذا الكتاب من الشابتر الاولاني حتى اخر شابتر اللي هو الشابتر العاشر. وبهذه الطريقه ممكن كوبي ونصيفطو في الواتساب ولا نموديفي عليه في الوورد. هادشي كينطبق على اللغات الاخرين، العربيه، الفرنسي، الشينويه يعني. والحاجه الزوينه في هذه الابليكاسيون انها غراتوي، يعني ما تتخلصش باش دير هاد التلخيصات. كما كتشوفوا عطانا نتيجة اللي لا بأس بها. ممكن تستعملوا حتى النتيجة في صناعة المحتوى ولا ليباج اللي كيبغيو يديروا واحد التلخيص معينة على كتب. يكفي انك تدخل تختار اللغة، نبدلو اللغة باش نشوفوا النتيجة اللي غيعطينا في الفرنسية. جينيريتد وكما كتشوفوا عطانا باللغة الفرنسية الكتبان منظمة لحد ما. المهم هاد الابليكاسيون هادي صراحة كنستعملها خصوصا فاش كنبغي نقرر واش الكتاب يستحق انني نشريه ولا نقراه، وكنشوف الافكار العامة ديال الكتاب، شناهوما الحوايج اللي غنستافد من داك الكتاب. كيعاونني صراحة إلى حد ما حيت الطريقة ديال الاستعمال ديالو بسيطة وما معقدش. ابدأي تداول على أورنج تريد. وكما كتشوفوا عطانا هاد سبويلر فري سامري، ونديرو شابيتر باش نشوفو تلخيص ديال هاد الكتاب اللي يعتبر من الكتب اللي مشهورة بزاف. واخا كيطلعو لكم الإشارات راه ممكن تحيدوهم ببساطة، شي حاجة اللي حيت لابليكاسيون كتربح من هاد الإشارات، هي شي حاجة اللي قال لي سابليكاسيون في الغالب كيديروها في المونيتايزين. مان سيرشين فور مينين فيكتور فرانكل. المهم عندك كما تشوفوا لي شابيتر، كل شابيتر الفكرة العامة،
يعني الكتاب هذا زوين صراحة، من الكتب اللي زوينة. وكما قلت لكم الابليكاسيون غراتوي، وهذه هذا ان ديمونستراسيون لانه الذكاء الاصطناعي ممكن يلخص عليك الوقت ويخليك تقرا ولا دير واحد الخدمة بسرعة، ماشي بحال باش كتخدم بطريقة تقليدية تهز كتاب وتقراه وتلخص وتسطر. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة، غتلقاو الليان ديال الابليكاسيون في الديسكريبسيون.